لقد وعدت ربي يسوع المسيح، ربي ومعلمي، أن أتبعه زاهدا في كل شيء، في السراء وفي الضراء، ولكني مواطن جمهورية الولايات المتحدة الديمقراطية التي أقسمت لها بيمين الولاء بأن أحافظ على دستور بلادي وأن أضحي بحياتي في سبيلها إذا تطلب الأمر. المسيح يطلب إلي أن أفعل للآخرين ما أريدهم أن يفعلوا لي. أما دستور الولايات المتحدة يأمرني بأن أفعل بمليوني عبد تماما عكس ما أرغب في أن يفعلوا بي، أي العمل على إبقائهم في العبودية التي هم فيها الآن. وهذا غيض من فيض، فأنا مواظب على الانتخاب أو الترشح وأشارك في الحكم، بل أنا مستعد لأن يتم اختياري لأي منصب حكومي كان. وهذا لا يمنعني عن أن أكون مسيحيا، فأنا أواصل تديني ولا أجد صعوبة في تنفيذ عهدي للمسيح وعهدي للحكومة في آن واحد. يسوع المسيح يمنع علي مقاومة من يصنع بي شرا وإفقادهم عين بعين أو سنا بسن أو دما بدم أو حياة بحياة. أما حكومتي تأمرني بالعكس تماما وتدافع عن نفسها بواسطة المشنقة والسلاح والسيف، وتستخدم ذلك ضد أعدائها في الداخل والخارج. ونتيجة لذلك فالبلاد متخمة بالمشانق والسجون وترسانات الأسلحة والسفن الحربية. في تعزيز واستخدام أدوات القتل المكلفة بهذه، يمكننا بسهولة بالغة إحياء فضيلة العفو عن المسيئين إلينا ومحبة أعدائنا ومباركة لاعنينا والإحسان إلى كارهينا. فمن أجل هذه الغاية لدينا قساوسة دائمون لكي يصلوا لأجلنا ويستدعوا مباركة الله للمجازر المقدسة. إني أرى هذا كله، أي التناقض بين الدين والحياة، وأستمر بالتدين والتسلق كذلك، وأفتخر بأني مسيحي ورع وخادم مخلص للحكومة في نفس الوقت. لا رغبة لدي في الموافقة على هذا المفهوم اللامعقول للتناقض. لا يمكنني الامتناع عن ممارسة تأثيري وترك أناس عديم الأخلاق على رأس الحكومة. يقول الدستور يحق للحكومة إعلان الحرب، وأنا أوافق على هذا وأدعمه وأقسم أني سأدعمه، ولا أكف عن أن أكون مسيحيا من جراء ذلك. فالحرب إذن واجب مسيحي. ترى، أليس مبدأ مسيحيا قتل الآلاف من الأقارب واغتصاب النساء وسلب وحرق المدن وارتكاب شتى أشكال القسوة الممكنة؟ لقد آن الأوان للتخلي عن هذه العواطف المختلقة كلها، فهذه هي الوسيلة الأكثر حقيقية للعفو عن الإساءة ومحبة الأعداء، لأنه ما من شيء يمكنه أن يكون أكثر مسيحية من القتل دون تمييز، ما دمنا نقوم ذلك بروح المحبة. والسؤال، كم يلزم من الناس لكي يتحول الشر إلى بر؟ لا يجوز للفرد أن يقتل، فإن قتل فهو مجرم، إنه قاتل. وإذا ما فعل ذلك شخصان، 10، 100، فهم قتلة. لكن دولة أو شعبا يجوز لها أن تقتل قدر ما تريد، ولن يكون هذا قتلا، بل عمل جيد وخير. يكفي فحسب جمع عدد كبير من الناس، ولن يعود ذبح آلاف الناس عملا آثما. لكن كم يلزم من الناس لأجل ذلك؟ هذا هو السؤال. لا يجوز للفرد أن يسرق وينهب، لكن شعبا برمته يجوز له ذلك. لكن كم شخصا بالتحديد يلزم لذلك؟ لماذا لا يجوز لشخص واحد أو 10 أشخاص أو 100 خرق قانون الله، بينما الكثرة تستطيع ذلك؟ إيدن بالو.